السلام عليكم. الفقرة دي فقرة من الفقرات اللي أنا شخصيا بحبها، لأن فقرة ليها علاقة بالمجتمع، والمجتمع الفترة دي بيحصل فيه تغيرات كده في الأخلاق. الحقيقة أنا مش قادرة ألاقي أو أمسك إيه بالظبط اللي حصل لنا، ما كناش كده، والأحداث بقت كتير، والأحداث بقت فيها ما هو لا أخلاقي كتير. برضو من الأحداث اللي قريتها كده أو شفتها على السوشيال ميديا، يعني في زوج قتل زوجته. قد يكون ده أمر يعني ممكن يحصل، لكن لما يكون قتلها علشان طلبت منه يزود لها بس المصروف، فيعني أنت بتتلكك ولا أنت إيه بالظبط، ولا شارب حاجة، ولا عندك مرض نفسي؟ أكيد في أسباب كتير. وقد يكون برضو يعني الله يرحمها ويحسن إليها، قد تكون استفزته، بس يعني مهما توصل درجة الاستفزاز للزوج، هل يوصل العنف ضدها لدرجة إنه يقتلها؟ أنا يعني كنت محتاجة رأي القانون الحقيقة ورأي علم النفس علشان نشوف ده بيحصل ليه. فبيشرفني في الفقرة دي أن يكون معايا المستشار القانوني الأستاذ جوزيف عيسى، المحامي بالاستئناف. شرفت يا فندم بحضرتك، وطبعا يعني منورنا دايما دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. يا دكتور ازاي حضرتك؟ انت اللي منورانا دايما بابتسامتك وحضورك وشبابية أدائك وأفكارك الجميلة اللي بتمس كل واحد في المجتمع المصري والعربي. الله يخليك، أشكرك والله. وانا اول حاجه دخلت قلت لك احنا محتاجين نيجي، يعني 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 معظم الشعب المصري كده يجي جماعه بهيك نمدد على الشيزلونج ونحكي لك بقى بما فيهم الدكتور النفسي. يلا بقى، لا يعني لا اعتقد الدكتور النفسي، هل معقول الدكتور النفسي ممكن يمرض نفسيا وعارف كل اسباب الامراض وكل اسباب العلاج؟ ما فيش حد فينا بمنقع عن المرض، لا المرض العضوي ولا المرض النفسي، بل بالعكس هناك ما يسمى بامراض المهنه. تلاقي الدكتور النفسي دايما من كتر تعرضه للضغوط النفسيه وانه عايش في غمار المشاكل النفسيه قد ينتابوا منها مس وبعض الاعراض. يعني احنا مثلا اليومين دول شايع قوي في الامراض النفسيه اكتئاب الشتاء. فممكن الدكتور من كتر ما بيجي له 17 18 حاله اكتئاب في اليوم، هو يروح ذات نفسه عليه عبوس وخمول وانسحاب اجتماعي واهمال في النظافه الشخصيه واضطرابات في الساعه البيولوجيه، فيديكم مؤشر ان هو كمان قد يكون اصيب بعدوى المشاعر وجاله اكتئاب الشتاء. يعني حتى الامراض النفسيه ممكن يحصل فيها عدوى؟ طبعا فيها عدوى، طبعا فيها عدوى. طب ان حضرتك ابتديت بقى، فمعلش انا بستأذن حضرتك اساله. ما يسمى بالعنف؟ نعم. هو في عنف معنوي وعنف مادي. حضرتك فسر لنا الفرق بين العنف المعنوي والعنف المادي، وهل اسبابهم اللي بيمارس هذا العنف لازم يكون مريض نفسي ولا دي سلوكيات عاديه؟ هو اي ايذاء او اي شكل من اشكال الاساءه من طرف تجاه الاخر ده بيبقى عنف، انما بيبقى اشكاله مختلفه. زي ما حضرتك قلت في العنف المعنوي اللي هو متعلق بالقسوه العاطفيه، تجاهل المشاعر ده شكل من اشكال العنف، تجاهل الاحتياجات شكل من اشكال العنف، الحصار شكل من اشكال العنف، اللي انا اقول لها ما تكلميش اهلك، ما تخرجيش مع اصحابك، وحدد لها البيئه والوسط الاجتماعي اللي تعيش فيه بس، وعمل لها عزله وعمل لها سجن اجتماعي مش سجن باربع جدران، ده شكل من اشكال العنف المعنوي. العنف اللفظي اللي هو بيبقى واضح من خلال التنكيل والشتيمه والتقبيح والاهانه. أيوه. العنف المادي اللي هو بيبقى متعلق بالضرب بالفعل. ولكن في عنف لا بستطيع الاخفاء اللي هو الاستغلال المادي، ده شكل من اشكال العنف على المراه بيمارس وللاسف ما حدش بيتكلم فيه، واحنا النهارده بنعيش في غمار 16 يوم اللي هم مناهضه العنف ضد المراه، الحمله أيوة قوميه. أيوة. ففرصه ان احنا نتكلم فيه. الاستغلال المادي اللي هو بيبدا من اول واحده ما تيجي تتخطب، يعني من اول ما تيجي تتخطب لو انا خطيب بنتي دوت مش من الكفاءه الماديه زيها، اعرف انه هيستغلها ماديا. لا طبعا، مش شرط يا دكتور. لا شرط طبعا، اصل هيجيب منين؟ يعني ما هو يمكن يكون انسان طيب وابن ناس طيبين بس هم لا يكافئها ماديا. ايوه، فهتضطر الظروف ان احنا نحوله لمستغل. ازاي لمستغل؟ انا بنتي بتقبض 10,000 جنيه وهو بيقبض الحد الادنى للاجور 1200، هيعيش ازاي؟ يبقى لازم يرمي عليها. فالرميه دي مع الوقت هي ممكن تعملها بحب وتعملها بانسانيه وتعملها باقدام، لما ما يكافئهاش سلوكيات إنسانية منه ليها، أو مع مرور الوقت هي هتستشعر إنها إنسانة مستغلة. بس دي مش قاعدة، فهرجع لحضرتك تاني. اتفضل. أستاذنا الغالي، قانونا بقى إمتى الزوجة تقول
انا عايزه حقي لان بيمارس عليا نوع من انواع العنف مثلا المعنوي او اللفظي او يعني العنف المادي اكيد قانونا بيجرم، بس هل يجرم العنف المعنوي؟ يعني انا ممكن لو معنفه معنويا اروح مثلا اطلب الطلاق من جوزي قانونا ينفع؟ هو الاصل عامه الزوجه غير ملزمه ان هي تقوم مع جوزها باي سداد اي التزامات، او الاصل ان الزوجه هو اللي ملزم تمام سواء لزوجته او اولاده. طيب في الحاله ان هي تقابل اي عنف سواء مادي او معنوي او بدني، لا ممكن تلجا للقضاء لو الامور تطورت. طب هل القضاء يعني يعني هي واحده مثلا راحت قالت انا جوزي معنويا مثلا مهمل فيا او مهمل في مشاعري او ده لي قانونا عقاب؟ لا ملوش عقاب. طول ما حاجه لم تمس الاعتداء البدن او الجسم ما يقدرش ان هي هتثبتها ازاي؟ مفيش تقرير طبي هيطلع ان في اي ضرب او تعدي. انما بمجرد ان هو يتعدى عليها بدنيا او يستولى على اي حاجه ما هي تملكه، لا هنا بقى القانون بيجرم الكلام ده كله. طب هل القانون يجرم ان الزوج مثلا ياخد جزء من مرتب زوجته؟ يعني هي لو راحت قالت هو بيحاول ياخد مرتبي او ياخد جزء من مرتبي، ده ليه جرم او ليه عقاب قانوني؟ بص يا فندم، السرقه الماده 318 من قانون العقوبات حددتها ان لو اي شخص سرق مال منقول مملوك للغير فده بيعار او يجرم تحت بند السرقه. ايوه. طيب بالنسبه للروابط الاسريه او الاصول والفروع مثلا الزوج والزوجه، لو الزوج تعدى على زوجته وسرق منها مرتبها ذهبها حاجتها، لا هنا في الحاله دي الماده 312 حددت ان في شكوى خاصه من الزوجه لازم تعمل شكوى، ده غير الاصل العام ان النيابه العامه هي الاصيله على الجرائم كلها. لا حرصا على الروابط الاسريه اشترطت تقديم شكوى خاصه سواء الزوج او زوجه، ما برضو في زوجه ممكن تسرق زوجها. ايه ده صحيح. لا صح، احنا فلازم دايما بيقول الزوج هو اللي عنيف الزوجه، بس ممكن الزوجه فعلا يعني انا مش عايزه اقول برضو يعني مش عارفه ليه يعني استخدام لفظ سرقه بين زوجين انا مش حباه لان هم واحد في النهايه. ما يعني هو الاصل ان هو واحد، انما حضرتك قلت لي ان هو لو تعدى هنا في اجبار، مفيش رضا طبعا. انا مش عايز اصرف، يعني سايبه مثلا فلوس في البيت او حاجه تخصني من ميراثي او هو تعدى عليها غصب عنها، لا هنا لازم شكوى خاصه وفقا للماده 312 من قانون العقوبات تتحرك الدعوه الجنائيه بناء عن شكوى وتاخد اجراءاتها وينزل متهم. تمام. القانون هنا واضح وصريح فيها بدون اجبار منها. انا ما اقدرش اخد ذهب مراتي، ما اقدرش اخد فلوسها الا لو كان برضاها. يعني دي هرجع لحضرتك تاني. ارجع بقى لحضرتك عند النقطه اللي انا وقفت عندها، فكره ان ما ينفعش زوجه لها مصدر دخل اعلى من زوجها تتزوجه. وانا هتهم مباشره الزوج انه هيبقى مستغل. بص حضرتك، في انسان بيوصل للجريمه يعني بتبقى دوافع الجريمه النفسيه عنده بتبقى غصب عنه، انت اللي بتحطيه على التراكم يوصل للجريمه، يعني لما اخلي ابني صحابه الخمسه كلهم مدمنين فانا بقول لابني انت هتدمن في يوم من الايام، عملت له بيئه ادمانيه هيأته لده. نفس القياس، انا لما يبقى انا عندي بنتي بتقبض 10 قروش وجوزها بيقبض قرش والقرش ده لوحده لا يقيم المنزل ولا يقيم اعباء المنزل، واعباء المنزل مقصودش بيها الكهرباء والميه والغاز والاكل والشرب، لا اعباء المرض على سبيل المثال، ولاده الاولاد، تعليم الاولاد يا فندم. طب وايه المانع؟ لبس الاعياد. المانع من فكره المشاركه لما يعني. يبقى في مشاركه دي حاجه وليها معايير على فكره، علشان الناس بيختلط عندها الامر، لان نعرف بعض الازواج بيتكلم من منظور المشاركه زي ما حضرتك بتقولي، ولكن المشاركه في الماده بس، يعني تدفع فلوس وخلاص، هل يتفهم طبيعه عملها؟ لا. صدقات العمل؟ لا. توقيت العمل؟ لا. اعباء العمل حتى يشيل منها في البيت شويه برضه لا. فالمشاركه لا تعني المشاركه في الفلوس وبس، المشاركه بتعني المشاركه في جميع المسؤوليات. لو هنا يبقى اهلا وسهلا، ده واحد. نمره اتنين، معظم الاستغلال المادي للزوجات بيبقى لابس طاقية لخفه مش متشاف، يعني يدخلها جمعيه مع امها يدفع قسط واتنين والباقي ما يدفعوش. فتتصدر هي، يتكلم ان عاوز يعمل مشروع يبيعها الشبكه، ياخد منها كريدت كارد على اساس انه هيسحب مبلغ معين يعمل بعض المشتريات. هو بيبقى باين واعتقد الزوجه الفاطنه يعني تبقى عندها وعي جوزها بيستغلها، ولا يعني ده ظرفه وحدود امكانياته، فهي مجبره تساعد. والاسوأ
ان البعض بيستغل الدين في ده. للاسف انا شفت حالات رؤى العين من خلال الواقع. يعني ايه يا فندم؟ يعني للاسف في تفسيرات خاطئه للشريعه، مش الشريعه هي اللي غلط، التفسيرات طبعا. لان في ناس يقول لك الائمه كلها قالوا مثلا ان الفاكهه والحلويات والشاي والقهوه مش ملزم بيهم الزوج. لا ده تفاصيل. وعند الشافعيه تفضلا. انا بقول لحضرتك الناس اللي انا شفته. لا يعني هو ما اظنش هيبقى في حد بخيل للدرجه دي. لكن اسمح لي ارجع تاني للقضيه بتاعتنا الاولانيه، ان الزوج قتل زوجته علشان طلبت منه مصروف زياده. هل قانونا ممكن تبقى العقوبه مخففه لو ادعى مثلا او لو قال ان هي كانت مثلا استفزتني او هي كانت بتتهمني او يعني بتتعارك معايا او تشتمني بالفاظ ان انا مش راجل او كذا، فغصب عني انا ما كنتش بحضر ان انا اقتلها، فالعقوبه تقل عن انه يقتل انسان عادي ولا لا؟ طبعا قانون العقوبه واحده، قانون العقوبات واضح وصريح. طول ما هو مش في حاله دفاع شرع عن النفس ما يقدرش يكون في هنا عذر تخفيف. يعني بمعنى تكون هي ابتدت الاعتداء عليه اولا، ان هي وضعته تحت ان هو مش قادر يدافع عن نفسه فهو اضطر ان هو يقتلها. انما اي حاجه تحت اي بند تاني، مصاريف، خلافات زوجيه عاديه، لا طبعا. ارهاق البدن ده يعني اقصى درجات العقوبه فيه توصل للاعدام طبعا. فما فيش ما يسمى في القانون ان هو ياخد عذر مخفف عشان اصلي كان في خلافات شخصيه او خلافات زوجيه، لا طبعا. الكلام يعني ده يعني هو يعني عقوبته زي عقوبه اي انسان قتل روح. طيب عقوبه الشخص، يعني هل الزوجه تقدر تتهم زوجها بانه عنفها جسديا واثار التعنيف باينه من غير ما تطلب الطلاق؟ طبعا. يعني يتسجن وهي على حضرتك ده هو ممكن يبقى عليه احكام وهو مش دريان. بمعنى النهارده بنتفاجئ، صادفت حضرتك حاجه حالات زي كده؟ طبعا. يا فندم بنتفاجئ ان في زوجه راحت حراره محضر لزوجها وعملت تقرير طبي وهي على ذمته في شقته وفي بيته واخد حكم غيابي وعايشه معاه من غير ما تقول له، وعايشه معاه. ده طب انا اول مره اشوف ست شريره. لا هو مش شر طبعا حضرتك، لان يعني هي شر هي بتحاول تحافظ على بيتها. تحافظ ايه يا فندم؟ دي عملت قضيه من غير ما ياخد باله يا فندم. ما هو اللي ابتدى بالاعتداء. طب ما تقول له انا حرفه عليك عشان يبقى عارف حتى انه هيتسجن يعني ان شاء الله. هيجري هو كمان يعمل محضر ويبقى محضر قصاد محضر. دي بسميها الزوجه الشاطره او اللي هي عارفه تاخد حقها بالقانون. فان طبعا هي هتروح انا هبلغ حضرتك ان انا مثلا رايح اعمل لك محضر. لا يعني الامانه تقتضي هي اللي ان انا يعني لو جوزي مد ايده هرم بعد اذنك. اكيد الزوجه اللي بتوصل للمرحله اللي زي دي هي بتبقى عدت كل الحلول الوديه. او يبقى فندم برضو ما هو من التدليس ان انا اعيش معاه. يعني رفعت عليه قضيه او رحت عملت له محضر في الاسم وتعاقب او خد يعني عقاب او كده حكم كمان، وانا افضل في بيته عادي كده بطبخ له اقدم له المسقعه والمحشي. ده ممكن توصل لدرجه ان هي تطرده من الشقه وتعمل تمكين عليها. لا يعني احنا عندنا القانون ما شاء الله منصف يعني للزوجة طبعا. يعني ممكن تبقى نصحة لدرجة ان هي تجيب عليه حكم. طبعا. وبعد ما تجيب حكم ترفع عليه قضية شقة كمان. ده في الاكتر من كده، ده هي ممكن تاخد عليه حكم. في يعني طبعا حضرتك عارفة القايمة. القايمة. ممكن تاخد عليه حكم تبديد بالقايمة وهي مقيمة وفي شقتها وفي العفش بتاعها. طب هو بقى هيعمل ايه بقى؟ يعني هو هيعمل ايه؟ هو ما قداموش غير ان هو يا اما يسدد ثمن القايمة يا اما يعرضها. وهي مراته؟ وهي مراته. طب ما هو ده عيب بقى. صح ما يصحش يعني. انا هو معلش انا اي ست تعمل كده مع جوزها وهي على ذمته وقاعده في بيته يعني بتاكل معاه وتعيش معاه والحياه معاه وترفع عليه قضيه وقايمه وتبديد وتسجنه وهي ببجاحتها كده عايشه معاه؟ انا اسف لا يعني دي تبقى يعني مش نبيله، يعني مش شخصيه نبيله. ده هي ممكن كمان ترفع عليه قضيه نفقه وهي عايشه معاه وهي عايشه جوه وهو عارف يعني. طب هو ايه ده بقى؟ طب هو ما يطلقها بقى اسهل يعني. ما هي هنا بتوصل للحالات يعني لما بتوصل بقى خلاص ان هيبقى انت صدفتك حالات زي كده يا فندم؟ مليانه المحاكم وانا عندي في مكتبي كتير ان بيبقى الزوج بيتفاجئ ان عليه حكم حبس. امراض نفسيه كتير من ده زي كده. لا تقيلي قايمه ولا نايمه لان خلاص بقى كده العلاقه دخلت وولجت في حته ما ينفعش حد يخش فيها وما ينفعش تستمر. بالظبط. يعني ياكلوا في طبق واحد ازاي؟ يعني ما انا بقول لحضرتك هو للاسف يعني بعد ما كانت العلاقه مساكنه وهن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني غطى البعض. للاسف بيحصل الاستعراء النفسي ده وبالتالي بيحصل المشاكل النفسيه. بس انا عاوز اضيف حته مهمه قوي، ان ساعات من اشكال العنف المادي اللي على المراه ان هو يستغلها ان هي تاخد قرض باسمه
او تبقى ضامنة. لا استناني بقى، ده انا عايزين حلقات. انا معظم الغارمات اللي في السجون كده هي ماضيه بالنيابه عن جوزها عشان طب أنا تشور انت البنت. فتحت لي موضوع تاني والفقره خلصت ما زمانها. طب حضرتك ده 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 الجرائم ما خلصتش. الجرائم الاخلاقيه قبل ما تكون. طب هنضطر تيجوا تاني بقى ان شاء الله. يعني الدنيا خربانه نفسيا وقانونيا، فلازم تشرفونا تاني والله. يعني انا بشكرك جدا والله يا دكتور، يعني شرفتني وانستني. بشكر حضرتك جدا جدا يا فندم، شرفتني وانستني. وللاسف الحياه مستمره ببعض المشاكل، يا رب يبعد عنكم كل المشاكل وتبقوا كده فرحانين ومزقططين ومش متخانقين ابدا وهونوا على بعض. الحياه صعبه فمش لازم نكلكعها والنبي، يعني ناخد ثواب كده في بعض ونحب بعض ونقوم كده نعمل شاي ونعمل كيكه وناكل شاي وكيكه مع بعض وننبسط. يعني للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.